السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غنتكلموا على واحد الفرق ما بين تجويع الأرانب وحرق الأرانب. هنا هذا المصطلح كيبان غريب واحد بعض الشيء، ولكن في هذه المنطقة اللي رانا احنا فيها سمعت هذا المصطلح كيهضروا عليه بزاف، وهو حرق الأرانب. سموه يا حرق الأرانب ماشي بمفهوم أننا غادي نحرقوهم، وإنما حرق الأرانب وهي أننا نجوعهم حتى ما نخليهمش مره اخرى يقدروا يسترجعوا يعني الوزن الطبيعي ديالهم. شحال من واحد في يعني في الاسواق كيمشي وكي كي حتى كي يجوع الارانب بواحد الطريقه اللي في الحقيقه هي حرام. في الحقيقه ما خصش الارنب يوصل لهذاك لهذاك الوزن اللي هو فيه، كيولي غير العظومه، حنا كنقولوا غير العظومه. عاد كيجيبوا كيبيعوا، كيبغي يبيعوا. كاين الناس اللي ما كيعرفوش يعني كيفاش يقلبوا الوزن، كيمشيو ساكن يقول له شحال هذا الارنب، يعني من عينيا ما كيلمسوش حتى باليد ديالو، وكيقدر انه يبيعه، في حين انه ما صرفش عليه حتى ريال، وبالعكس جوعوا حتى يعني ما خلاش. يعني احنا كنقولوا حرقوا هي حيد منه جميع يعني المكونات اللي يمكن الجسد يكون فيه، وهذا في الحقيقه راه حرام. انا بغيت نهضر في هذه الحلقه على الفرق ما بين الصغار والكبار في التجويع. يعني ممكن اننا الكبار مثلا غفلنا عليهم واحد ليامات، ويعني جوعناهم حتى يعني ولاو ضعافين شويه، ممكن انهم يسترجعوا القوى ديالهم بشويه الفيتامينات، شويه ديال التغلوم، ممكن تعطيهم السيكاليم مزيان. المهم انكم يعني ممكن انهم يسترجعوا الطبيعه ديالهم. اما بالنسبه للصغار الى مشاو حتى نقصوا في الوزن، كونوا متاكدين ان هذه التجربه يعني كونوا متاكدين انهم ما كيقدروش يردوا الوزن ديالهم مره اخرى. لذا انا كنطلب من المربين انهم ولو انهم يعطيو الارانب ديالهم واحد الكميه يعني قليله من الاكل، غير هي تكون مداومه. يعني مثلا كتعطيهم واحد نص طاس ديال 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 ياغورت مملوء او النصف ديالو، نقولوا كمل لكم السيكاليم، ما عندكمش الخبز، بقيتوا واحد ليامات ماشي ما كتعطيهم داك الشيء قليل، غير هو يوميا يكون عندهم الماكله، ماشي واحد النهار تغفلوا عليهم واحد يومين ثلاث ايام. راه الا مشاو حتى يعني يعني الاكل ديالهم نقص وهما ضعافوا، اكثريه الصغار راه ما كيوليوش عاوتاني مره اخرى. حنا هنا في المنطقه كيقول لك راك حرقتي الصغار ديالكم. كيفاش حرقتيهم؟ يعني صافي ما بقاوش قادرين انهم ياكلوا. تصوروا ان الارنب الصغير تحط له الماكله وما يقدرش حتى ياكل. الا ما يقدرش حتى ياكل يعني صافي كيبقى هكاك حتى كيموت، واخا انت بغيتي ترد له الحيويه ديالو، ولكن هو صافي ما بقاش قاد انه يدخل اكثر ديال 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 الاكل. يعني الامعاء ديالو مرضت، حنا كنقولوا الامعاء ديالو مرضت، يا هي ما بقاش يقدر ياكل. يعني غير يعني رأفوا بهذا الحيوان الصغير، ما تحاولوا ما تجوعوش. كاين الناس اللي وكاين عفوا فيديوهات هضرت على تجويع الارانب. تجويع الارانب اسمه هي المعنى ديالها ماشي انني نجوع الارنب، لا، هو انني ما نحطلوش الماكله ديما. الا حطيت له الماكله ديما راه كيولي كياكل وكيخليها، ممكن انه يوسخ فوق منها ولا هذه ولا ما يعني يفزك فوق منها حاشاكم، ممكن انه ما يبغيهاش مره اخرى، يعني وممكن انه تسبب له انتفاخات. لذا سموه هي تجويع الارانب، وهو نعطيهم الاكل في واحد الوقت، ما نبقاش فيما نوض نعطيهم الاكل، فيما نشوفهم هكا نكون غير دايز وكنشوف فيهم نعطيهم الاكل. هذيك عاوتاني موضوع اخر، هذاك سميتو تجويع الارانب. تجويع الارانب الحقيقه ديالها ديال هذه الكلمه وهي انني الارنب نشوفه قدامي ونراقبه نهار كامل، ماشي مشكل إذا كان عندي الوقت، ولكن الأكل يتعطى له بالمقدار. هذيك هي سميتها تجويع الأرانب. يعني من هو ملي كيشوف الأكل كيفرح أنه كيمشي كيجري كياكلو، هذاك هو الطبيعي في 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 يعني في في, في, في الأكل ديال الأرنب. أما باش نشدو ونقهرو يعني ما نعطيش الماكلة أو ننساه مثلا،
يعني الناس اللي كيربيو الارانب ما ينساوش الارانب ديالهم في الاكل، او نسافر مثلا ونخليهم، لا هذا خطأ. يعني غير حاولوا انكم تفهموا هذه الكلمه ديال نحرقوا الارانب. الا مشيت تحرقتي الارنب الصغير جوعتيه واحد المده ولا ضعيف، راه ما كيرجعش كيف ما كان. التعيا تعطيه الاكل، كتعطيه له هو ما كيبغيش ما كياكلوش، يعني ما قادرش انه يدخل الماكله الامعاء ديالو، يعني صافي غير توادع مع داك الارنب. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار، حاولوا انكم يعني ترافوا كما قلت بهذا الحيوان الصغير، ما ديروش شي حاجه خاطئه. هذا اسلوب خاطئ، انا كنعتبره اسلوب خاطئ، يعني انني ننسى الارنب ديالي وما نعطيش الاكل حتى يولي ضعيف، حتى يولي ما قادرش ياكل. هذا في الحقيقه راه اجرام في حق هذاك الارنب. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، حاولوا انكم تفهموا سمو راني شنو قلت لكم. هذا الحلقه الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد، تكيو على زر جيم باش تساندونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.